بلش بسم الله. واحد، هي اتنين، هي تلاتة، أربعة، هي خمسة، هي ستة، تمام. هلا هي واحد، هي اتنين، هي ثلاثة، بنلفها هي تقريبا خلصنا البنية. نعد، هي واحد، اتنين، تلاتة، وعند التالتة نعمل زي سنجل كروشيه. تمام، هيك خلصنا تقريبا. نرجع مرة ثانية نعمل واحد، اتنين، ونعمل سنجل كروشيه في هاي، بنسكرها هيك، خليها بحبحة شوي. نرجع مرة تانية نعمل سنجل كروشيه للجنب، بعدين صغيرها، بعدين من جنبها سنجل كروشيه، بعدين نضلنا كاملين هالقطبة لآخر شي. تمام، هيك بنكمل آخرها. هلا تقريبا خلصنا الدائر كلياته، فإحنا لازم نخلص من الخيط، نروح من آخر الجزء الثاني نطلع الخيط. طبعا نمسكه هيك، وبعدين نقطع الخيط. طبعا هذا الجزء بنقصه من هيك. تمام، هلا بنبلش بالخيط الثاني، بندخله كالتالي هيك. اوكي، اول واحدة نحكي لها بصور هي واحد. تمام، هذا الخط ما دخل، واحد، اوكي، هي اتنين، ثلاثة، اربعة، هي خمسة، واحد، اتنين، ثلاثة. هذا من نفس المكان اللي دخلنا فيه، بندخل فيه مرة تانية. تمام، هيك واضحة صح؟ واحد، تمام، هاي اتنين، وهاي ثلاثة. بصيرنا بس ايش؟ تنتين. تمام، واحد، اتنين، ثلاثة، من نفس المكان اللي احنا دخلنا ندخل فيه هاي، ونطلعها نطلعها، واحد، اتنين، ثلاثة. هلا صار لنا واحد، اتنين، ثلاثة، بهاي نربطهم كلياتهم في نفس هاي. اي اولتنا نرجع نحكي، واحد، اتنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. اذا واحد، اتنين، ثلاثة، واللي جنبها هاي خلصنا منها، نيجي على جنبها اللي هون بالضبط، ندخلها، نرجع مرة تانية. أي واحد، اتنين، ثلاثة،
هاي ثلاثة وهاي أربعة. أول مرة بتكون بس عنا واحدة، واحد اثنين ثلاثة، نرجع مرة ثانية نعمل في نفس هاي ونرجع هيك، واحد اثنين هاي ثلاثة، هاي استنى هنا واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة، نرجع تاني نعمل نفس هاي ونعملها، واحد اثنين ثلاثة. شوف ضل عنا ثلاثة ثلاثة خيوط، فبنسحبهم مرة واحدة، نرجع مرة تانية نعمل نفس الشي، بطلع اشي بجنن. تمام، هلا بعد ما لفينا ثلاثة بقول لك اني بتقدر تفش واحدة وتبلش بالتانية، بالتانية هاي بقدر احط هاي، بس عندك مرتب احسن. هاي واحد اثنين هاي ثلاثة، نفس المكان واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. ستة بعدين واحد اثنين أربعة هاي خمسة، كيف بصير هاي حلوة؟